باتجاه مد الجسور بين مخابر البحث والمحيط الاقتصادي. تتبلور الفكرة عمليا باتفاق شراكة بين جامعة وهران واحد ومركز ردم التقني. ففي هذا المجمع التكنولوجي التابع للجامعة ينشط زياد وزملائه من أساتذة لصنع أقنعة تقي مستخدمي الصحة من عدوى فيروس كورونا أثناء أداء مهامهم. بدينا في مكافحة هذا الوباء اللي هو كوفيد 19 من بداية مارس 2020. بالبداية كانت بمساهمة الناس اللي عاونوا لا بلاتفورم تكنولوجيك دي دون. المجمع التكنولوجي دار بمساعدة مؤسسة الردم التقني راهم يعطونا لي بوبين تاع البلاستيك اللي راهم يديرونا من الريسيكلاج، وحنا رانا نخدموا بهم دروك لي فيزيا. هذه الشراكة تتيح للجانبين فرصة لتبادل المعارف ونقل الخبرات. فمراكز ردم التقني تأتي بالمادات الأولية من الرسكلة حوالي 200 ألف قارورة بلاستيكية ليتم استغلالها في مرحلة أخرى لإنتاج أزيد من 5000 قناع واق للأطعمة الطبية. احنا عندنا المادة الأولية ولكن كنا نحوسوا شكون اللي يصنعها لنا، والحمد لله كي تقربنا منهم كان اتفاق تعاون بيننا حتى يعني نكتفوا الجهود مع بعض، يعني نضامنوا في هذا المجهود احنا نوفروا المادة الأولية، لأن يعني المواطن في ولاية وهران مازال يجي بالقرعة، مازال يشارك، مازال حاب يتضامن مع عمال قطاع الصحة، وهما راك تشوفوا هنا أساتذة وطلبة في الجامعة اللي رانا متواجدين. بعد قرابة 5 أشهر من تفشي وباء كورونا، تتضافر جهود كل الفاعلين لتوفير وسائل الحماية من الفيروس القاتل والحد من انتشاره والاستفادة من خبرة الجامعة في هذه الظروف الصحية الاستثنائية.